سؤال يتكرر كثيرا عن السهو في الصلاة، لماذا معظمنا يسهو في صلاته؟ الحقيقة هذا السؤال شغلني كثيرا وأنا عانيت منه، أنا عانيت كثيرا من هذا الموضوع. ما الذي يحدث ويجعلك تسهو أثناء الصلاة؟ لا تدري أصليت ركعتين أو ثلاثة أو مثلا أربعة أو ثلاثة، لا تدري ما الذي يحدث. الحقيقة أيها الأحبة لابد أن نتأمل قليلا في قواعد علم النفس. دائما أنت عندما تركز في أمر وتحاول أن تحفظ رقما معينا مثلا وتستشعر أهمية هذا الرقم، من الضروري أن تحفظه. يعني مثال على سبيل المداعبة، يعني مبلغ من المال، أنت ستحصل على مبلغ من المال، وهذا المبلغ قد يكون فيه يعني مثلا 3450، يعني رقم فيه يعني صعب الحفظ. الحقيقة نجد أن خلايا الدماغ وخلايا الذاكرة تعمل بكفاءة عالية جدا إذا قرر أحد أن يعطيك مبلغا من المال، لدرجة أنك تحفظ هذا الرقم من المرة الأولى، بينما تمر في حياتك الكثير من الأرقام لا تنتبه لها. طيب ما الذي يحدث في الدماغ؟ الذي يحدث أن الدماغ في هذه اللحظة قام بالتركيز على هذا الرقم لأهميته بالنسبة لصاحب هذا التفكير. يعني مثلا أنا الآن لدي دماغ يقوم بإفراز هرمون اسمه هرمون السعادة. هذا الهرمون يفرز عندما تتلقى مبلغا من المال أو مكافأة، حتى يطلق هذا يفرز من مركز اسمه مركز المكافأة. عندما تأكل طعاما لذيذا، عندما الإنسان يمارس مثلا عملية الجماع مع زوجته، عندما يستمتع بمنظر معين بطبيعة معينة، عندما يسمع كلاما طيبا، كل هذا يؤدي إلى إفراز هرمون السعادة. هذا هي مجموعة هرمونات الحقيقة، منها الدوبامين وغيره، تفرز فتشعرك بالراحة النفسية والسعادة الغامرة، وتشعر بفعلا بقوة التركيز. أنت عندما تتلقى مبلغا من المال يتم فرز هذا الهرمون، هذا يساعد على التركيز أكثر. أيها الأحبة، الحقيقة أحبتي في الله، أثناء الصلاة نحن لا نشعر لا بحلاوة الصلاة، طبعا غالبا أقول ليس كلنا، معظمنا لا يشعر بقيمة الصلاة، لا يشعر بفوائد الصلاة، لا يشعر ماذا تغير هذه الصلاة في جسدك. هناك مؤلف أمريكي أيها الأحبة ألف كتابا كيف تغير الصلاة دماغك. الصلاة تغير تركيب الدماغ المحافظ على الصلاة أيها الأحبة، وبشرط أن تكون الصلاة بخشوع. طبعا هو درس الصلاة على الطريقة البوذية. نحن لدينا في الإسلام الصلاة فيها معاني وتدبر وتأمل وراحة نفسية ودعاء من الله عز وجل. لذلك والله أيها الأحبة، يعني الصلاة هي متعة، أرحنا بها يا بلال، راحة نفسية. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الأعمال. يعني أنت عندما تدخل في الصلاة أنت تدخل في عمل يحبه الله كثيرا. أليس همك أن ترضي الله سبحانه وتعالى؟ يجب أن يكون همك إرضاء الله عز وجل. فأول شيء ينبغي أن تفعله قبل الصلاة أخي الحبيب أن تقول أنا سأركز في هذه الصلاة وأدعو الله عز وجل وأفكر في معاني الآيات التي أقرأها وأدرك فوائد الصلاة. يعني أول فائدة للصلاة أنها تخفض النشاط النفسي الزائد أو الاضطرابات النفسية أو القلق والحزن والاكتئاب، تخفض بشدة. هناك فوائد أيضا للنظام العصبي والدورة الدموية أثناء السجود والركوع، هذه الحركات تنشط الدورة الدموية، تخفض ضغط الدم. العمود الفقري يتم إصلاحه أثناء الصلاة. هل تعلمون هذه المعلومة؟ ربما يعني هناك مجلة للأنظمة الصناعية وهي مجلة هندسية بحتة أمريكية، قامت بدراسة عن حركات الصلاة إذا أديت في وقتها هذه الصلاة، وتبين أن لها فوائد كثيرة على الفقرات الرقبة والعمود الفقري وأسفل العمود الفقري وآلام المفاصل. نحن الآن الشباب كثيرون يعانون من مشاكل في المفاصل وفي
فقرات الرقبة وفقرات العمود الفقري وبخاصة الفقرات السفلى نتيجة الجلوس الطويل والتسمر أمام الموبايل أو الكمبيوتر أدت إلى هذه المشاكل. الصلاة تخلصك من مشاكل التكلس ومشاكل الفقرات هذه، وتجعل المفاصل أكثر مرونة، لأن حركات الصلاة حركات تتفق مع نظام الجسم الطبيعي، وهي ضرورية جدا أيها الأحبة، بخاصة للذين يجلسون فترات طويلة أمام الكمبيوتر أو الموبايل. كلما حان وقت الصلاة قبل 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق، لا مشكلة، المهم قبل الأذان قم وابدأ هيئ نفسك، توضأ وقل أنا سأقف بين يدي الله وسأصلي صلاة مودع وأفكر بمعاني هذه الصلاة. الصلاة شفاء أيها الأحبة، الصلاة هي الشفاء بكل معنى الكلمة. أي مرض لديك يمكن أن تعالجه بالصلاة، أي مشكلة نفسية اعلم أن شفاءها موجود في الصلاة. لذلك الله تبارك وتعالى ذكر الصلاة في القرآن 99 مرة بعدد أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. الصلاة بمشتقاتها كاملة ذكرت بعدد أسماء الله الحسنى ليدلك على أهمية هذه الصلاة. والنبي قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أول ما يحاسب عليه المرء ما هو أيها الأحبة؟ الصلاة. إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. سبحان الله، كأن الصلاة هي عنوان للمؤمن، هي عمود الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. والعهد الذي بيننا وبينهم الكفار، يعني الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر. سوف تصل إلى درجة الكفر. لماذا؟ لأن الله أمرك بالسجود وامتنعت. طيب إبليس اللعين الذي سيكون خالدا في نار جهنم، ما هي مشكلته؟ فقط رفض السجود لله، عندما أمره الله بالسجود رفض. طيب الله يأمرك بالصلاة وأنت عبد فقير بحاجة هذا الخالق العظيم ثم ترفض، هذا كفر أيها الأحبة. طبعا نحن لا نحكم على الناس بالكفر والإيمان، ولكن حقيقة أنت عندما تترك الصلاة دخلت في مجال الكفر، عندما لا تخشع في الصلاة خرجت خارج دائرة النجاح والفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة من دون خشوع أيها الأحبة ليس لها أي أثر ولا تستفيد منها، وثوابها قليل جدا، بل ربما يكون ثوابها غير موجود، لأنك منشغل بأشياء أخرى عن الله. لذلك أخي الحبيب، إذا أردت أن تعالج مشكلة السهو في الصلاة، يجب مجرد أن قلت الله أكبر أن تتخيل نفسك تقف بين يدي خالق عظيم مالك الملك، وأنك تتواصل مع الله في هذه اللحظة. فتبدأ بالدعاء، بالخشوع، بالبكاء، بالتذلل إلى الله عز وجل، عسى أن يقضي حاجتك، يرفع عنك الظلم، يغنيك عمن سواه. وتدعو أكثر من الدعاء، وتلذذ بهذه الصلاة، وحاول أن تطيل، تقرأ القرآن، اقرأ آيات كثيرة، حاول أن تحفظ وتقرأ، تحفظ وتقرأ. هذا الأسلوب أنا على ثقة إذا طبقته سوف يعني لن تسهو، إلا طبعا أحيانا الإنسان يسهو. النبي صلى الله عليه وسلم حدثت معه عدة مرات أو ذات مرة أنه سهى في صلاته وسجد سجدتين في آخر الصلاة، سجود السهو. لذلك أخي الحبيب اقتدي بهذا النبي، صلي صلاة مودع، فكر في الصلاة، فكر أنها أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى، فكر أن هذه الصلاة ستكون مكافأتها كبيرة جدا عند الله. اشغل نفسك بالآيات التي تقرأها وسوف تقضي على موضوع السهو من جذوره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصلاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.